اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده برنامجنا على قد الايد واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. وصباحكم هنا وسرور وحاجات حلوه، وهنبدا بالحلو ان شاء الله على خير. النهارده هنعمل حاجه حلوه كده لذيذه، قلت ابدا بيها. طب ما فيش نسخه، ببدا بالحلو وان شاء الله يومكم كله حلو يا رب، وايامكم كلها جميله باذن الله. مفيش نسخه منها، ابدا اعملها في الاول كده زي ما بعلمكم كده، او نتعلم من بعض دايما ان نعمل الحلو ونركنه، وبعدين نبدا نعمل في الاكل بتاعنا. يبقى احنا كده ايه، خلصنا. خصوصا في رمضان، كان لسه ايه، شوف هدات رمضان جايه، يعني فاضل قد ايه، احنا في شهر 3 ان شاء الله رمضان، اول 3 باذن الله. ففاضل لنا ايه، مفيش 3 شهور يا جماعه ورمضان يجي باذن الله. واحد بيخلص رمضان من هنا بنستناه من هنا، والله سبحان الله. فاحنا بنعمل الحلو الاول وخلاص، اركنيه وسيبيه على جنب، واعملي بقى في الايه، في الاكل بتاعك. النهارده غدانا برده ان شاء الله كله بسيط وسهل كده، مش هياخد منك اي وقت خالص ولا مصروف، على قد الايد فعلا. فدلوقتي هنعمل وصفه لذيذه كده، هي البسكوت بجوز الهند، وهعملها ايه، اعمليها ما تشتريهاش. هنعمل ايه وهنعمل ايه وما نشتريهوش بسكوت جوز الهند؟ موجود في كل الاماكن باسعار عاليه مبالغ فيها، وهو سهل جدا وبسيط وغير مكلف. انا التكلفه ان انا هعمل، انا هتعب نفسي واعمله، ومش تعب خالص، مش تعب خالص. ده انا بص جايبه لكم كميه قليله، عشان ممكن صينيه زي كده او صينيتين حسب ما هتعملي الحجم يبقى ايه، يبقى قدها. تمام. طيب انا عامله كوبايتين دقيق بس، يعني هل الحاجات دي مش موجوده في مطبخنا؟ باذن الله موجوده، باذن الله. هي كوبايتين دي بس، ما كترتش عشان ما تخبزيش وتقفي كتير. نص كوبايه جوز هند موجود عند اي عطار، بيضه واحده، ربع كوبايه سمنه، ربع كوبايه زيت. ماشي. خلي بالكوا، ربع كوبايه سمنه مش نص، ربع سمنه ربع زيت. ماشي يا اولاد. وعندي هنا بيضه واحده ونص كوبايه من السكر البودره، فانيليا، رشة ملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ممكن بس نعدل المقدار بتاع ربع سمنة، صح، خلاص كده صح، ربع وربع مظبوط. تمام. سهلة جدا، يعني هتعمليها في ثانية الا ثانية، يعني ممكن تروحي محضرة بس كده، جايبة خلي حد من الاولاد يحضر او البنات، اي ولاد او بنات، كل واحد كله يعملوا الحاجات دي عشان هم يتعلموها. ماشي. نقول بسم الله، بسم الله. شوفوا المقادير قد ايه على الشاشه اهو، حفظتوها ان شاء الله. سهله، سهله جدا، وان شاء الله تجمعيها بس انت كده من المطبخ، هتلاقيها ايه، موجوده عندك بمنتهى البساطه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان اعجب بايديا واوريكي قد ايه هي سهله، ممكن تعمليها بمعلقه، ممكن تعمليها باي حاجه في ايديكي بمنتهى البساطه. بصوا برده عشان اخلي لون البسكوته حلو، برده هخلي ربع كوبايه زيت في الاخر، تخلي بين البسكوته كلها محمره كده، كانك قليها في الزيت مش محمراها في الفرن. تمام. فهناخد ربع كوبايه السمنه، يعني معلقتين كبار، ربع كوبايه سمنه يعني ايه، معلقتين كبار، ونص كوباية أو أكتر شوية من السكر البودرة، يعني عندك من نص كوباية كوباية إلا ربع. تمام. وعندك الفانيليا، نقلب دول الأول كده مع بعض بس، السمنة مع السكر البودرة والفانيليا. نحط هي ربع كوباية سمنة على نص كوبايه من سكر البودره او كوبايه الا ربع، عندك لغايه حابه انت عايز سكر البسكوت ايه. تمام. هحط البيضه واكمل. مش مستاهل اي حاجه، ولا مضرب ولا اي حاجه، بايديكي كده على طول هتكوني ايه عاملاها. الكميه قليله خالص يا ما شاء الله، بس هترميلك حبه كويسين قوي. تمام. ادي كده البيضه. تعالي بقى هنحط كوبايتين الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كوبايه جوز هند، وعندي شويه جوز هند كمان، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه الملح،
ونعجن. تمام اهو. نعجنها، لو عايزه سنه ميه او سنه لبن هنديها. خلي بالكوا انا هنا موفره بيضايه، يعني هي الاصل 2 بيضه، انا وفرت بيضايه. هحط بدلهم يا شويه لبن يا شويه ميه، مش كتير، حبه صغيرين كده، معلقتين مثلا نبدا بيهم، يا لبن يا ميه عادي. تمام ونقلب. انا عايزاها بس تلم معايا. عايزه تحط البيضه الثانيه حطيها، مش عايزه وكفايه بيضايه عشان اوفر. ماشي هتشيل معاكي وتبقى زي الفل برضو. خلي بالك يعني اللي بتشتريه من بره مش كله بيض ولا حاجه خالص. ماشي بدا ان هو ايه يتلم اهو، بس كله عايزاه يتلم مع بعضه. وبعدين هديله ربع كوبايه زيت، عشان كده يعني ما تخليهاش تعجن قوي، فاهماني؟ ما تخليهاش تعجن قوي، يعني بس تتلم كلها تبقى عجينه واحده كده، حتى لو ناشفه شويه مش مهم، لان لسه في ربع كوبايه زيت انا سايباه للاخر. يا محمد بصوا كده، اروح حاطه بقى ايه ربع كوبايه الزيت وابدا اعجن، ادخل الزيت جواها. يا محمد يا محمد 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 اهلا اهلا اهلا، ازيك؟ شوف ازيك يا محمد، عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ ازيك؟ شوف ازيك. الحمد لله. ازيك انت عامل ايه؟ كويس الحمد لله. يا رب دايما كويس. قول لي يا محمد، اسمعني من التليفون يا محمد. كويس. ممكن بصوا بقى ادي كده العجينه اهي، شكرا ليك، صباح الفل عليك. بصوا العجينه بعد ربع كوبايه الزيت طرت ازاي، عشان كده بقول لك يعني ايه انا عملتها لغايه ما لمت معايا، ما استنتش لما تطرى في ايديا، خلاص كده اهو. وبعدين ايه وبعدين؟ هنمسك بقى كده اهو، جبت شويه جوز الهند حبه كمان معايا، وهناخد ايه بسكوته كده ونحطها ايه، ما تخليهاش كبيره قوي، راح حطها كده في جوز الهند من غير اي حاجه تانية، خلاص كده تمام. لسه هبططها بس هنخليها ايه على بعد كده. اوكي انا لسه هتبطط اهو كده وكده، دي هتستوي على 180 درجه عشان جوز الهند اللي فوق ما يتحرقش، ما تعمليش على درجه عاليه، وابعدي شويه عشان لسه هبطط. حلو الكلام؟ الكلام كلام جميل. بسم الله. شفتوا سهله ازاي؟ نقول تاني نقول تاني، انا عملت ازاي البسكوت ده ببيضه واحده، بيضة واحدة هعمل كمية بسكوت محترمة. ازاي؟ انا جبت كوبايتين من الدقيق عليهم، هشرح لك بالعمايل ماشي. انا جبت ربع كوباية سمنة، ربع كوباية سمنة عليها نص كوباية سكر بودرة او اكتر شوية، تمام، وضربتهم مع بعض، حطيت معاهم فانيليا وضربتهم. بعد كده نزلت البيضة حطيت عليها بيضاية، وبعدين حطيت بعد كده بقى الايه الدقيق وجوز الهند والبيكنج، نص كوبايه جوز هند، كوبايتين دقيق ونص كوبايه جوز هند، وقلبتهم كل ورشه الملح وقلبتهم كلهم مع بعض. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ايه كمان؟ بس تعجني كويس قوي، وبعدين بعد ما عجننا حطيت حوالي ربع كوبايه لبن او ميه، لبن او ميه الموجود عندك. وبعدين بس طبعا يعني حطيتهم ايه، بص، معلقه معلقه، معلقتين معلقتين، معلقتين وبعدين معلقه، المهم ما تكتريش خالص. اول ما تلم العجينه حتى لو ناشفه مش مهم، بس تبقى كل العجينه خدت كل المكونات. حطيت ربع كوبايه الزيت، حطيت ايه ربع كوبايه الزيت بس كده،
ولا بيحتاج بقى ولا تسيبي ترتاح ولا تعمل اي حاجه، هي زي ما هي كده اهو. هي جميله، العجينه حلوه جدا ومظبوطه. ممكن عايزاها تساب بعد ما شكلتيها، انا بحب اريح العجينه دايما. تسيبيها شويه كده قد 10 دقايق ولا حاجه وتشغلي الفرن، بس هتبقى جميله جدا. يعني بعد ما شكلناها كده ابداي شغلي الفرن بقى، ماشي؟ وبعدين ايه؟ على ما الفرن يسخن تكون هي خدت الايه؟ خدت الراحه بتاعتها. اهو بصوا كده اهو، شوفي ما شاء الله هتملى لك الكميه دي، تملى صينيتين من دول، كوبايتين دقيق بس، بيضه وكوبايتين دقيق فقط. تمام، واخده من جوه نص كوبايه جوز هند، ومن بره دي شوفي بقى لما تدي الاولاد معاهم بقى المدرسه من البسكوت ده، مش هيحتاجوا يشتروا حاجه من بره، مش هيحتاجوا يشتروا حاجة. يوفروا ويحوشوا، علموهم علموهم يعملوا كده، ماشي اهو. هخلص دي وهوريكي دلوقتي، طبعا هعمل كله ما تقلقيش خالص، كله يتعمل. اوريكي قد ايه كوبايتين الدقيق دول طلعوا معايا كميه قد ايه. اللي شوفي بتشتريها من بره بكام؟ غاليه جدا، وهي كلفتني ايه؟ ولا حاجه. طبعا مش هقدر احسبها لك، لان طبعا كل واحد حسب نوع السمنه، اي نوع سمنه انت عايز تعملي بيه اعملي بيه. بس انما دي وحاجات كلها معروفه، فبسيطه جدا جدا. كوبايتين دي دول يعني ربع كيلو دقيق، اكتر من ربع كيلو وشويه، هو كيلو دقيق 6 كوبايات، يبقى قولي ربع كيلو وشويه من الدقيق، وبيضه واحده، ونص كوبايه جوز هند قد كده، قولي هنا يبقى كوبايه بالزياده دي، كوبايه دي يعني مفيش طمن كيلو. يا الماسه اهلا وسهلا الماسه، يا الماسه ماشي. هنكمل ده، بص بقى هنا عشان اوريكي ده، بس قبل ما اكمل في التانيين اكمل التانيين، نبطط كده كده اهو، رفعي. هتقولي مشرشره، مش مهم، هي شكلها جميل كده اصلا، ماشي. كده كده كده، واروح ايه تسيبيها ترتاح شويه، شغلي الفرن ودخليها بس كده. طب انا مش هريحها، هدخلها على طول عشان مستعجلين. قولي ليه مش هتريحي؟ ريحيها يا شيخ. بص بقى كده اهو. طب حاضر، تمام، هطلع بقى فاصل واشوفكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، رجعنا من الفاصل هنتغدى ايه النهارده بقى؟ خلاص انا دخلت الفرن اهو، وصينيه ثانيه اتعملت اهي، خلاص حلو كده؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ كل ده كوبايتين دقيق بس، انا عايزه اوريكي فرق السعر اللي بتشتريه من اللي بتعمليه، فرق رهيب رهيب. ده غير الحلاوه والجمال والثقه اللي انت عامله بيها الوصفه بتاعتك، بتبقى مختلفه تماما تماما يعني. طيب هتقولي بره احلى؟ مش احلى خالص خالص، حتى لو طلعتيها مش حلوه اول مره هتطلعيها حلوه تاني مره وتالت مره. هو بس مجرد ان هم في المكان بيبقوا كل يوم بيعملوه، فخلاص ايديهم خدت عليه وحفظوه، احنا بنعملها كل مده، فممكن اي طلعها احلى، بس مش مهم. انت بالتدريب او لما تعمليها كل شويه تعملي نوع بسكوت ومش عارفه ايه، تلاقي ايدك خدت عليها، هتعمليها حلوه جدا. تمام؟ تمام. واللي من ايدك كله حلو ان شاء الله يعني. طيب تعالوا بقى هنا هنعمل ايه؟ هنتغدى ايه النهارده؟ ما تيجي نعمل حاله ملوخيه كده، حاله ملوخيه ناشفه، ناكلها بعيش، ناكلها برز، باي حاجه، ملوخيه ناشفه. اليومين دول الملوخيه الخضراء مش موجوده، فايه البديل بتاعها الموجود من قدماء المصريين بنستعملها كده؟ الملوخيه الناشفه موجوده بقى عند الصعايده والفلاحين والبندر وكل الناس. الملوخيه الناشفه طول عمرها، يجي الملوخيه في الصيف نشتغل بيها ملوخيه خضراء، وننشف منها شويه قبل ما نتلج،
يعني قبل ما نحط في الفريزر كان الملوخيه الناشفه دي يعملوا الملوخيه الخضراء طول الصيف والباقي ينشفوه ويفركوه كده للايه؟ للشتاء. تمام؟ طلعت بقى موضوع ان احنا نحفظه في الفريزر متلج، دي بقى كانت الجديده يعني مش من زمان قوي خالص يعني. كان زماني هي دي، ودي ليها طعم ودي ليها طعم، اللي في الفريزر ليها طعم والناشفه ليها طعم. اللي في الفريزر دي بتبقى زي الخضرة بالظبط كده لسه عاملاها، اللي ناشفه ليها طعم تاني بس جميل جدا برضو. احنا بنحليه كمان بايه بقى؟ احنا عندنا ملوخيه ناشفه. بصوا هي ملوخيه ناشفه سهله بس لازم تعرفي خطواتها. هي بتاخد كميه كبيره مش قليله، يعني مثلا هاخد كوبايه او كوبايتين من الملوخيه الناشفه، حلو، بصل مفروم، طماطم مفروم، مش كله بيعملها كده، مش كله بيعملها كده، وتوم وسنه كربوناتو وسمنه طبعا وكزبره ناشفه ومكعب مرق او شوربه. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب تعالوا هنا نعمل ايه الاول؟ ننقع الملوخيه، لان في ناس بيعملوها على طول، يعني بيعملوها وهي ناشفه كده بيحطوها في الحله، فعايزه ايه؟ ما بتبقاش حلوه قوي، بتعمل ريحه زي ما يكون ريحه حنه سنه، يعني بتاخد فيها ريحه الحنه كده حبه. الطريقه بقى اللي هعملك بيه النهارده دي بتغير المفهوم تماما، بتعملها كانك عامله ملوخيه خضراء. ازاي؟ هقول لك انا. مش احنا ملوخيه احنا بننشفها بنعمل فيها ايه؟ بنفقد، بنشيل منها الميه، صح؟ عشان تنشف حطها في الشمس او كده علشان تنشف، فبفقد بشيل منها الميه اللي جواها. طب ما تيجي نرجع لها الميه هتبقى حلوه زي ما هي، هترجع بقى حلوه تاني ان شاء الله. مش انا برجع للملوخيه ميتها اللي احنا خدناها منها، انا ما بحبش حد ليه عندي حاجه، ماشي؟ فهناخد مثلا كوبايتين من الملوخيه، هي بتاخد كميه كبيره، كوبايتين من الملوخيه انها هايشه خلي بالك، حلو؟ دي بتشتريها موجوده اكياس، موجوده عند العطار، اي حاجه موجوده في كل حته، وهغطيها بالميه. احط كده واقلب شويه شويه عشان هي بتعوم على الوش، فانا بقلب عشان ايه؟ اعجنها بيها. حلو، خليك معايا في الحاجات الصغننه اللي هتخلي معاكي الملوخيه الناشفه تحفه ان شاء الله، يعني باذن الله. اقلب لغايه ما احس ان هي عجينه شويه شويه من الميه اهو، شايفين عملت ازاي؟ كمان حبه عشان هي هتلاقيها ناشفه، شربت الميه دي اهو، ماشي؟ وهي كده بقى اهو، حلو كده اهي. بسيبها حبه، بسيبها ايه؟ حبه، الحبه دول على ما اخلص، يعني ممكن حتى لو عايزه تسيبيها اكتر تسيبيها اكتر. هحط لها بس معاها هنا سنه توم نيه، يعني ايه؟ قولي على الكوبايتين اربع خمس فصوص، اربع فصوص كده متوسطين نايين، دقهم بس وقلبهم مع الايه؟ مع الملوخيه الناشفه، الناشفه المبلوله بالميه بس، وسيبيها بقى شويه. حلو الكلام اهي، لمي كل العجينات كده وسيبيها كده. بصي هي بتشرب ازاي؟ بتشرب بتلزلز كده اهي، شايفين؟ تعالوا بقى نعمل الخطوه اللي بعد كده اللي هي نقول بسم الله. هعمل بقى الشوربه بتاعتها، الشوربه بتاعت الملوخيه. الشوربه بتاعت الملوخيه اللي هتخلي طعمها احلى من الملوخيه الخضراء. انا عارفه ان احنا عندنا يعني ناس كتير جدا الملوخيه عندهم اساس، صيف شتاء اساس. فهنعمل لكم بقى الملوخيه النهارده بطريقه حلوه جدا 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 بتخلي طعمها لذيذ جدا. انا هعمل دلوقتي الشوربه اللي هحط فيها الملوخيه. طب ايه هي الشوربه اللي هحط فيها الملوخيه دي؟ بصوا هي سمنه او زيت عادي ده او ده، وبصل وطماطم ومكعب مرق او شوربه. لو عندك شوربه في الفريزر طلعيها عشان النهارده مش عامله لحمه، فهتبقى فيها ايه؟ جايبه اللي هتبقى احلى ان شاء الله منها. هناخد بقى كده بسم الله معلقه سمنه، انا جايبه طاسه بصوا هنا كده اللي هعملها، وطاسه كمان اللي هعمل فيها الايه؟ هعمل لها الطش عادي جدا. انا بس بعمل الشوربه
اللي هنزل فيها الملوخيه الناشفه اللي انا ايه اللي انا بليتها دي. تمام. طبعا الملوخيه دي اصلا يعني ما كانتش موجوده عندنا في مصر. الملوخيه دي كانوا احكي معاكم على ما السمنه تسخن بس نقعد يعني نقول كلمه مفيده عشان اللي ما يعرفش يعني حكايه الملوخيه يبقى عارفها. الملوخيه دي كانت زمان بيستعملوها كعلاج. يعني ايه كعلاج؟ عارفين الاعشاب؟ الاعشاب اللي احنا بناخدها زي اليانسون والبردقوش والكلام ده كله، هو كانوا زيها، كان يستعملوا الملوخيه اوراق الملوخيه دي علاج. فجه مره ملك من الملوك كان بطنه وجعاه جدا جدا جدا، فجه الراجل بقى جابوا الطبيب علشان يعالج الايه؟ الايه؟ الملك. فملك من الملوك كان كلهم بقى عيله الملوك كلها يعني. فهو واحد منهم بطنه وجعته جدا جدا جدا، فجابوه علشان ايه؟ يعالجه. فعمل ايه؟ جاب بقى طلع حفنه كده من جيبه وحطها في ميه وقلبها. تسمى في الصعيد اسمها شلولو، ماشي؟ اللي هي بيقلبوا الملوخيه الناشفه في الايه؟ في الميه الساقعه عادي ويشربوها كده، اسمها عشان حلوه قوي للبطن وحلوه ان هي بتحارب العطش. تمام؟ فراحوا ايه؟ فراح جايب طلع الحفنه من جيبه اللي هي حبه من الملوخيه الناشفه ودوبهم في ميه وشربهم ايه؟ للملك. وقعد كذا مره بقى ايه ان هو يشرب دي. عجبت الملك جدا، عجبته قوي يعني، قال فكره حلوه قوي وبقى ياخدها كمان في غير ما هو بطنه وجعاه ولا حاجه، كان بيحب ان هو يشربها قوي. وبعدين انتشرت الملوخيه دي بقى في الايه؟ في الشعب كله بقى، بدا ان هم يعني يعجبهم الملوخيه وبدا ان هم يطبخوها، حتى منعوها، ما كانش اسمها ملوخيه، منعوها عن الشعب. ما عرفش كان عمل ايه، فقال ان هو لا دي هتبقى للملوك بس، يعني من كتر حبه فيها قال دي هتبقى بتاعتنا احنا بس، فسموها ملوكيه، يعني الملوك بس اللي يشربوها وياكلوها. بس. وبعد كده بقى انتشرت في مصر بقى وبقينا كلنا بقى بناكلها عادي جدا. انما هي اصلا كانت ملوكيه مش ملوخيه. بص بقى، احط هنا البصلايه حلوه كده بتسكر طعم الاكل يا مرنا، وخليها لونها اديها لون شويه. يا مرنا. الو. الو، ازيك يا مرنا؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لي يا مرنا، ليك اي سؤال؟ قولي اتفضلي. هو البسكوت اللي حضرتك عملتيه ينفع بديه الذرة الابيض؟ لا ما ينفعش بديه الذرة الابيض، هينشف. لازم دقيق ابيض حاجة عادي. حاجه تانية غير الدقيق الابيض؟ انت عايزه تعملي ايه؟ عايزه مش عايزه دقيق ابيض يعني قصدك؟ ايه؟ بصي، هو البسكوت لازم دقيق ابيض. ليه؟ عشان يمسك في بعضه. عايزه تخلطي دقيق ذره مع دقيق ابيض ماشي، بس هو بنخلط اتنين مع بعض ماشي، عشان الدقيق الابيض ده عامل زي الصمغ بيمسك الحاجات مكوناته في بعضها. ماشي؟ شكرا يا حبيبتي، تسلمي. لو عايزه دقيق ذره ممكن تحطي كوبايه دقيق ذره مع كوبايه دقيق ابيض، ممكن، بس برضه هيفرول منك شويه، هتلاقيه مفتفت كده حبه. عايزاه ما يفتفتش، يبقى كوبايه دقيق ذره واحده مع كوبايتين دقيق ابيض، عشان دقيق ذره دوت يعني بيفرول قوي. ماشي؟ بص ادي كده عندي ايه؟ البصلايه لغايه ما ايه؟ تاخد اللون الذهبي سنه. اخليها انا بطلع السكر اللي جواها، فالسكر ده هيسكر معايا الايه؟ الملوخيه. يبقى طعم سكر كده وجميل، مش مسكر عسل، لا طعمها حلو. ماشي؟ اهو حمرها شويه. حبه بس، حبه صغيرين. انا حطيت ملح وفلفل، حطيت ايه؟ ملح وفلفل. انا ممكن كمان هنا احط هنا كربوناتو على الملوخيه عشان تدي اللون الاخضر الحلو. سنه صغيره برده. بصوا كده على حرف المعلقه، على الكوبايتين، على حرف عشان ما تعملش فوران منك. دي بس كده، على سن المعلقه كده ونقلب. ممكن نديها حبة مية كمان. بصوا كده. اوكي اوكي. ان شاء الله. بس.
حلو الكلام، حلو الكلام. وهعمل طشت الملوكية عادي جدا. كل واحد ملك في نفسه يا ولاد. تمام، حبة كمان صغيرين. قربت اهي، اغلي ميه كمان عشان يبقى اسرع، عشان اعمل الشوربه بتاعه الايه. وطبعا الشوربه مش يعني ممكن تبشري البصلايه لو مش عايزاها تبان خالص في الملوخيه. ابشري البصلايه وانا كده بطريها قوي برده وبصفرها عشان ما تبانش معايا، بس البش هيخليها ايه ما تبانش خالص اكتر. حلو الكلام. بشره بقى ايه طماطمتين كده، كده كويس كفايه. حاضر، هحط عليها دول كده واسيبها تتسبك. ماشي اهي، يلا بينا. فهسيبها ايه تتسبك شويه. طيب تعالوا بقى اقول لكم على حاجه لطيفه جدا. احنا هنا تعالوا نشوف التقرير اللي جاي دوت لفعاليات المبادره الرئاسيه بدايه، وهي بدايه جديده لبناء الانسان. واحنا كنا في كاتدرائيه بالعباسيه بالتعاون مع المكتب الباباوي للمشروعات، تمام؟ عملنا فقره حلوه جدا هناك، هي اعمليه ما تشتريهاش، كنا مبسوطين جدا بصراحه مع بعض يعني. فتعالوا نشوف التقرير، يلا بينا. احنا النهارده في كاتدرائيه مع بدايه جديده. عشان اعمليها ما تشتريهاش، هي اللي هتبني لنا البيت وهتخلي مصروفنا بدل ما بيكفينا قرش هيكفينا اقل، كل ما يكفينا 10 هيكفينا قرشين. ليه ده ليه؟ عشان احنا وفرنا وعملناها في البيت. يعني لما تعملي مثلا العيش الفينو، اكتر حاجه بدايه مع المدارس ما بنستغناش عنها، عشان نعمل سندوتشات للاولاد او لينا في البيت ما بنستغناش عن العيش ده. عيش فينو احنا عاملينه في البيت. بصوا بقى، يعني انتوا دلوقتي لما تجيبوا العيش الفينو من بره بتلاقوه فاضي، مش هيكفي. لو جبت 3-4 مش هيكفوه. انها بصي عامل ازاي، بص ما شاء الله. ومش هنقول ان هو بياكل عجين، هو بياكل حاجه زي ما قلتي كده مغذيه. احنا بنغذيه بحاجات تانية كتير، نحط له لبن، نحط له زبادي، نحط له بيض، حسب كل واحد على قد ايه بيكلف العيش بتاعه. طيب ايه كمان بنعوزه بقى مع الغموس بقى؟ الرانشون بقى، طبعا من ضمن الحاجات الاطفال بيحبوها قوي، بيحبوا اللانشون جدا. احنا عملنا اللانشون في البيت، واحنا اصلا يعني عايزه اقول لكم اول مره كنت اعرف ان اللانشون ما فيهوش لحمه. هو ما فيهوش لحمه، ده بيض ودقيق وجبنه، جبنه نستو او جبنه قريش، الاثنين شغالين عادي جدا. هنعمل دلوقتي مع بعض بقى عشان تعرفوا ان هي قد ايه سهله. طبعا نقيت لكم اكتر وصفه سهله احنا ممكن نعملها واحنا واقفين، يعني مش هستنى بقى لا بوتاجاز ولا هستنى فرن ولا اي حاجه، وهي الحلاوه الطحينيه. هنعملها بسكر بودره والايه والطحينه، هي بس دي المهم. السمسم ده بقى ما هو ده اللي بنعمل منه الطحينه. وبعدين لو عايزه مثلا احنا مثلا علبه زي كده اللي هنعمل فيها، فيا اما هنحط سمسم يا اما نحط سوداني. انا بزود القيمه الغذائيه، انتوا عارفين ان السمسم ده مغذي جدا للاولاد، يعني اللي ما بيشربش لبن هندي له معلقه سمسم. مهم جدا، حطوه في كل حاجه. انت عارف يعني على انت عارف ان شاء الله ياخدوه بالمعلقه. بصوا بقى مدى السهوليه، تعالوا بقى هنعمل مع بعض حالا. يعني سكر بودره ماشي، لبن البودره اختياري على فكره، وطحينه. الطحينه دي بقى بيبقى حسب الكميه اللي انت عايزاها، يعني ما تزوديش الطحينه مره واحده. انا بعجن بالطحينه، وطبعا لو قلت له الطحينه غاليه احنا عملنا الطحينه صح. ايوه تتعمل عادي جدا. ماشي، ونعجن كده فيها. طبعا الطحينه بتتعمل بالسوداني وبتتعمل بالسمسم، وممكن اخلط الاثنين مع بعض، السوداني مع الايه مع السمسم. ماشي، وهو كده كمان يعني منتهى البساطه. انا ما عنديش حاجه النهارده او بكره اعملها للاولاد، انا هطلعها من مطبخي كده واعملها وانا واقفه.
شايفين بدات تتحول ازاي زي الحلاوه اهي اهي. وبعد اعرف امتى انها لمت اعمل كده اهي كده اهي بقى كده حلاوه اهي بس كده بس كده خلصت. لا سحر ولا شعوذه. هنا بقى بصوا اروح احطها هنا. ايوه اعملي بقى عشان توفري اكتر هتعملي الطحينه وبعدين تطلعي منها الحلاوه ماشي بس كده في منتهى البساطه. عيني عيني بصي هي سكر بودره وعليها لبن بودره. سكر بودره قد ايه؟ ممكن تجيبي كوبايتين مثلا وعليها لبن بودره ممكن نص كوبايه كفايه مفيش مشكله خالص. وبعدين تعجني بالطحينه ماشي تعجني بايه؟ ما انا بقول لك اهو كوبايتين مثلا سكر بودره والطحينه بقى تعجني بيها لغايه ما يعني شفت انا عملت شويه شويه. لا مفيش سوائل مفيش سوائل مفيش حاجه لغايه ما تمسكي الطحينه بايديكي كده تمسكي العجينه دي بايديك كده اهو. اه اهي بصي اول ما عملتي كده وعملت كده خلاص لقيتيها لسه متفتفته زودي شويه طحينه كمان. بس انما ما يعني ما تتكليش ان انا افضل اقلب فيها لغايه ما تعمل عجينه لان هي هتلاقيها سايله منك في الاخر. لما لا هتلاقيها سايله منك انما لازم تعمل كده ماشي. نكبس بقى. الله يسلمك يا حبيبتي. مبادرة اعمليها ما تشتريهاش. عملنا وصفات حلوة جدا وسهلة جدا كل الناس يقدروا يعملوها منها الدونتس منها الحلاوة الطحينية منها أساسيات ومنها رفاهيات ولكنها كلها معمولة في البيت على قد الإيد. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى انا عملت ايه؟ سبتها اتسبكت اهي سبتها لكم لغايه ما جيتولي ماشي؟ هنحط عليها بقى شويه ميه اللي هتبقى شوربه او شوربه لو عندك شوربه حطيها. مش كتير عشان انا حاطه ميه للايه؟ للملوخيه. انا مجرد انا هخفها هحط فيها مكعب مرق لو مش شوربه، لو شوربه خلاص مش تحتاج. واقلب واخليها تغلي كويس. اخليها ايه تغلي كويس. وانا هنا ايه هعمل الطش هتغلي حبه. هناكل ايه مع الملوخيه دي؟ كلتها بالعيش او كلتها بالرز رز بالشعريه او رز ابيض هناكل ايه؟ هعمل لكم بتنجان بالطشه كده لذيذ قوي ان شاء الله يعجبكم. قلت لايق على الملوخيه بالطشه وبتنجان بالطشه ان شاء الله هيعجبكم. انا بس بغلي دي شويه بهري البصل مع الطماطم حلو. انا لسه حطيتش الملوخيه لو حطيت الملوخيه مش هغلي. بص الملوخيه بقى اهي تمام عامله ازاي؟ عامله زي العجينه. ننزلها بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم واخلطها. تمام حلو الكلام كلام كلام جميل. تسخن بس كده وخلاص مش هتغلي. تحبش الملوخيه الناشفه دي؟ تحفه تحفه. بص جايبه لكم ايه بقى عشان اغرف فيه اغرف في ده. تعالى تعالى اوعي الملوخيه تغلي اوعي. بدات تبقبل تبقلل هاخدها. بص بقى الطاجن ده بص 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 انا سخنت الطاجن قوي
سخنته ليه بقى يا ولاد؟ ليه سخنت الطاجن؟ علشان تفضل الملوخية سخنة، تفضل لغاية آخر معلقة بتاخديها من الطاجن الملوخية سخنة. ماشي؟ تعالوا نعمل لها بقى الطشة. وهي معلقة سمنة والثوم معلقة ماشي، أحمر الثوم ده، أنت ثوم رخم، الثوم يعمل كده، مش هعمل سحر أنا لو كنت بعمل بيهم هناك لهم لا سحر ولا شعوذه. طبعا احنا كنا هناك ومبسوطين جدا في التقرير بتاعنا، شفتوه في تحنا الدرائيه مع الناس، حلوه جدا، ناس طيبه جدا جدا، وانبسطنا مع كل الناس بصراحه الحمد لله، يعني كان وقت حلو قوي، كنا في وسط الناس وكلهم معانا ومبسوطين معانا جدا الحمد لله. بصوا بقى دي كده ايه، بحمر، لازم تحمري التومه دي تحمر، نقط النار جيبوش تاني، شارب ميه ده ولا ايه حكايته؟ تمام؟ والله انتوا احلى حاجه يا جماعه، اعملوه بنفسكم ولا دقوه وساعتها كده بيبقى احلى حاجه. انا مستنيه ما يحمر، تمام؟ عشان اعمل جنبيه بقى ايه؟ البتنجان بالطشه اللي عملته ده هيعجبكم قوي باذن الله، ده اكله لوحده على فكره، يعني عاملاه جنب الملوخيه اه، بس هو يجوز انه يكون اكله لوحده. ازاي؟ اقول لك حالا. المفروض راجع ناحيتك غير لما تحمر. مسحة السنة ده اللي طارت دي كلها. ماشي. على العالية بقى، خلينا نخلص. مش هنخلص بقى. هنزله بقى معلقه كزبره ناشفه كبيره، واحمر، الله على الروايح، هتستنى كده عشان الكميه بس كبيره، انا ما هتطلعش حاجه جوه. ماشي، وروح واخدها بقى كده وعلى ايه؟ على الملوخيه. بس كده خلينا كده حلوه كده قمراي، مع اني بحب قوي الكبشه اللي هنا دي بس مش عايزه نحكشها. تعالوا بقى نعمل الايه؟ بص الطاسه دي احلى طاسه ملوخيه دي، ياه، تعالوا احط فيها شويه مع اني مش عايزه نحكش الطبق، خليه في في الثانيه، خليها اخد المعلقه، ما الله يقول خدي المعلقه، مش عايزه ابوظ لكم الطبق. اللي بنغسل بيها الطاسه دي ده بيبقى احلى طبق يا ولاد. بصوا بيبقلل ازاي، رغيف عيش بلدي بقى ولا عيش من اللي هعمله دلوقتي، وعظمه على عظمه يا طنط نجلاء. طيب تعالوا بس نحطه ده هنا، فين المفرش، فين المفرش، فين يا لارا، يا لارا. الو حبيبتي ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، قولي لي يا لارا. الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، قولي لي ليكي اي سؤال. طريقه عمل الدونات. الدونات حاضر، نعمله ان شاء الله قريبا جدا. تعالوا بقى هنا نعمل البتنجان في الطشه، اه هنعملها ان شاء الله في فقره تعمليه ما تشتريهاش، الدونات والسنب وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها دي باذن الله، عشان ما تشتروش حاجه من بره. ماشي، تعالوا بقى هنا ايه، بسم الله، هناخد بتنجان كده، هعمل لكم حته واحده بس، بترمي كتير قوي،
مادام هي ايه يعني واحده علشان هي ايه جنب الملوخيه. لو هعملها وصفه لوحدها هكتر. ماشي كده هنعملها مكعبات عشان تتغمس بسهوله. تاخدي لقمه بتنجان مع لقمه ايه؟ مع لقمه ملوخيه. بسرعه بسرعه اهو. ماشي تبتدي تعمر ولا لسه؟ عايز قشريها كلها قشريها براحتك، بس انا شايفه مش مستاهله يعني. برضو قشر البتنجان مفيد. حلو اهو بتنجانايه بتنجانايه. حطها هنا الزيت. تعالوا نترككوا بعد الحلقه ان شاء الله. اما نبدا اما نبدا. حط الطاسه الثانيه. شوف هنا ايه يسخن بقى شويه. طيب بدل ما سخنش شويه هنحط شويه ملح عليها. انا جايبه لها بقى ايه هريسه شطه وخل عصير ليمون طماطم توم حبه ملح كده بس كده عليها على ما الزيت يسخن حتى بس. تمام الزيت سخن ناخد بقى دي كده. بسم الله عايز تشويها شويها. عايز تحطيهم في صينيه وتشويهم ترش عليهم زيت ممكن. ماشي قال ايه عايز هاتيه انا نصيحه في وصفه. اوكي طبعا النصيحة ببلاش ولا ايه؟ ده الـ اسمه ايه كان في حكيم في السوق بيبيع النصايح زمان في كل الاسواق بقى. ماشي نصيحة في وصفة. علموا اولادكم الرحمة، الرحمة بالاخوات قرايب، الرحمة بكبار السن، الرحمة بالحيوانات. دي حاجة مهمة جدا. هي الرحمة دي بتتعلم؟ اه بتتعلم. هي بتبقى طبع في الناس؟ اه بتبقى طبع. الواحد بيطلع رحيم بيطلع طيب. انما احنا بندعم. يعني ايه بندعم؟ يعني نعود اولادنا في علمكم هي برضو من ضمن هي احنا بنعود اولادنا على الرحمه. نعودهم ان احنا نعلمهم. يعني احنا بنساعدهم لما نلاقي مثلا اخوك الصغير بيعمل كذا خلي بالك من اخوك ساعد اخوك. حتى الكبير والصغير روح علق مع اخوك الهدومه مثلا ساعد اخوك هات له كوبايه ميه اخوي ساعده. يعني بنعودهم هما الاثنين يكونوا رحماء ببعض. يشوف حد في زنقه لازم يساعد. احنا بنشجع اخوك اخوك. تملي الكلام ده بيخلي في نفسيتهم الارتباط الارتباط ببعض. لما احنا بنربطهم بالكلام مجرد ان انا بقول له ساعد اخوك ازاي تقول لاخوك كده ازاي تعمل مع اخوك كده الكلمات دي نفسها بتأثر فيهم جدا بتخليهم يحسوا بالاخوه فعلا. مش كل واحد يعمل اللي يقدر عليه وسيبه يعمل اللي هو وانت اعمل كل واحد يعمل شغله. لا مفيش الكلام ده. كل حاجه الرحمه دي ليها زي ما يقولوا اماكن ليها حدود ليها مش حدود ان هي تبقى رحيم مثلا 50% والتانيين اساوه. لا يعني انا كل حاجه ليها مكانها زي ما بيقولوا. فمهم قوي ان انا اعلمه مع اخواته الاخوات يكونوا رحماء ببعض. حاسس ان هو في زنقه انا ممكن اساعده والتاني يساعده ده يساعد ده. التبادل مع بعض مهم جدا. ما اجيش على واحد اقول له يساعد والتاني ما يساعدش ده اخوك الصغير فاستحمله. لا الصغير يتعلم ان يكون رحيم باخوك الكبير برضه. دي حاجه مهمه جدا ان هما الاثنين يكونوا رحماء ببعض والاثنين يراعوا ظروف بعض. مش يجي بقى كان مثلا بيدلعوا العيل الصغير ولا حاجه فيقولوا لا انت لازم ده الصغير وانت لازم تستحمله ويجي الصغير يتنمرد على الكبير. ما هو الصغير بيكبر صح؟
كانت بنتي تقول لي كده. بنتي ده صغير، تقول لي الصغير بيكبر في ايه؟ نفس الحكايه فعلا، فالصغير بيكبر على ما بنعوده، تمام؟ فدي حاجه مهمه جدا. وبالاقارب طبعا كمان، قرايبنا وكل الناس، صله الرحم، نعلمهم صله الرحم، وان احنا نكون مع قرايبنا كويسين، وان احنا نساعد بعض، وان احنا نود بعض. حد عنده مشكله، حد عنده فرح، حد عنده اي حاجه، لازم نقف جنب بعض. دي حاجه طبعا في طبعنا كلنا كمصريين او عرب، الوقفه جنب بعض دي معروفه من قديم الازل، لازم يعني. فدي حاجه مهمه جدا، الرحمه بكبار السن. احنا اتعلمنا من زمان اما تلاقي حد كبير شايل شنطه شيلها منه، اما تلاقي حد كبير طلع السلم ساعده، لما تكون قاعد في اي مواصله وواحد كبير السن طلع قوم وقعده، صح؟ الحاجات دي بتختفي شويه، مش عاجبني الكلام ده، تمام كده؟ تلاقي الشباب ولا همه حاجه. كان دايما مثلا لا، لو في ست، الراجل بنعلم الشباب لو في ست تقعدها، لو في راجل كبير تقعده، لو في مواصله يعني دايما نساعدهم. شايل شنطه تقيله هو في طريقي، بشيل له الشنطه واديها له شويه، طالع سلم بشنطه اشيلها له برده، اساعده في طلوع السلم. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا نعلمهم الرحمه، الرحمه بالعملي مش بالكلام، بالعملي مش بالكلام. يعني كده مثلا اقول له ايه، حد كبير تعالى تعالى شيل منه الشنطه واديها له، ارفع له ما اعرفش ايه كده، قوم يا حبيبي اقعد الراجل الكبير. في علمكم احنا بنربيهم علشان احنا كمان، يعني بنحط الرحمه فيهم مش عشان الغريب بس، عشان الرحمه هتفضل فيه ليكي انت. انما لما تعلميه قساوه القلب ان هو لا 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 اقعد اقعد، ودي شفتها بعيني، اقعد اقعد ما تقومش، لا ريح نفسك، في علمك هيتقلب عليك انت لما يكبر، خلاص انت غرستي فيه القساوه. القساوه دي بتعود على الاهل الا تعود على الغريب، تمام؟ فدي حاجه مهمه قوي، اعرفي ان انتوا بتعملوا ده عشان لما تحتاجوهم هتلاقوهم. انما لما علمه يبقى اناني وما يساعدش حد ويبقى كل حاجه لنفسه، ومهما اشوف لا انا مهم راحتي، انا مهم ابقى كويس، انا مهم يبقى معايا، ده كله هيفضل طول عمره كده، حتى على الاب والام، حتى على الاخوات، حتى على كل الناس. فتملي لازم نزرع فيهم الرحمه، الرحمه بالحيوان، القطط، الكلاب اللي في الشارع، معلمهمش ان هم يشد ده ويزيح ده ويمشي من هنا، لا اديهم ياكلوا القطه، ياكلوا الكلاب حتى لو من بعيد، الرحمه بيهم. حتى لو مش هاكلهم يا ستي ابعدوا عنهم، ما تعملوا ما تاذوهمش، ماشي؟ دي حاجه مهمه جدا، ان انا الرحمه بالحيوان دي، ده روح، حيوان روح، لازم نعلمه كده. ده مش لعبه، ده مش لعبه ان انا العب بيها واشده من الرباط اربط رقبته بحاجه والكلام ده كله، لا ده روح وبيحس وكل حاجه. فده مهم جدا ان احنا ايه نعلمه لاولادنا الرحمه في كل حاجه علشان يرجعوا ويرحموكم انتوا، تمام؟ بس كده انا كده بقى لي ايه الباذنجان. طيب تعالوا بقى، ايه الطشه بتقولي عليها دي؟ شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنجيب الثوم، معلقه ثوم كبيره برضو، نفس الثوم الرخم ده، معلش بقى، يسخن كده بس، ماشي؟ حط خل، واحط الطماطم المفرومه، حوالي اربع خمس طماطمات كده صغيرين يعني، ومش هسبكهم، هيغلوا بس. يبقى كده عملت التوم، طشيت التوم بشويه الخل، وهتحط عليه الطماطم ايه المفرومه، هحط بقى البهارات عليها، شويه ملح، وهيغلي بس مش هسبكه، الملح بتاع الوصفه كلها، تمام؟ والكمون، هرست الشطة زي ما بتحبيها قد ايه، ممكن معلقتين كده على الكمية دي، هتبقى حرقة برضو خلي بالكم، تمام؟ وخليهم يغلوا كلهم مع بعض. بعد كده قبل ما اطفي هديها عصير الليمون، بس هي تغلي بس غلوة واحدة، استنى عليها شوية. طب هرس الشطه هنا اختياري على فكره، هرس الشطه اختياري، انا ممكن احط قرن فلفل حامي، تمام؟ ما عندكيش هرس شطه مش مهم خالص،
طيب مش عايزها اصلا حراقه، مش مهم برضو خالص، هو التوم وتطشيه بالخل وتحطي عليه الطماطم لو مش عايزه اي حاجه. تمام يا ام كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف نجلاء؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ ازيك انت، عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ حضرتك تمام والله يا حبيبتي؟ تمام الله يخليكي، تسلمي لي. تمام يا حبيبتي. قولي لك اي سؤال. انا بس بسال عليكي وبطمن عليكي وبكلمك قبل كده، بس انا من زمان ما كلمتك. ده انت نورتيني وتنورني دايما، شكرا جدا لذوقك. الله يكرمك. تعيشي يا سفنج، لا تعيش وتعيش اكلك وتعيش كل حاجه. الله يخليك. والحاجات الرز ابو عسل اللي انت عاملاها امبارح والحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها. تسلمي يا رب، الله يكرمك، شكرا لذوقك، شكرا ليك يا حبيبتي، صباح الهنا عليكم، شكرا. ادي كده ايه، استنى بس عليه شويه، ده خلاص كده بس هنطلع فيه، بس يتحمر بس كويس، حمريه حلو قوي. انا عملته طشته خلاص. تعالى هنا، رايح فين؟ احنا بقى بناكل ايه مع ده؟ يعني انا عامل لكم طبق صغير علشان من انا عارفه هيعجبكم جدا، ده هيعجبكم قوي قوي قوي. يعني هو ابن عم المسقعه، ابن عم المسقعه، ابن خالته، ابن خاله كده يعني. فبطريقه سهله جدا وبسيطه، مجرد ما عملنا الطشه وهنحطها على وش البتنجان، حابه تحمري معاها شويه فلفل ممكن تقطعي فلفل كده وتقطعيها معاها مربعات برده صغيره زيها، ماشي تمام. طيب انا دلوقتي هاكلها مع الايه، مع الملوخيه. حلو حلو الكلام. طب لو انا بقى عايزه اخليها اكله زي المسقعه، ما انت بتقولي زي المسقعه، هي زي المسقعه، يعني ممكن اكلها مع عيش وخلاص على كده، جامده جدا جدا جدا، بس جنبها بقى خيار بتاع، يعني حاجه تطري كده. انا هنا عامله ملوخيه، هعمل لكم بقى جنبيها ايه، ينفع رز، رز ابيض، رز بالشعريه، وهعمل لكم جنبها عيش شمسي، ماشي، تقليده كده، تقليده خلاص، بس كده. انا هكمل بس تحمير دي، فهطلع فاصل واستناكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من فاصل، كان معايا بتنجانية جملي، والله جملي، بص مش عايزه تتحمر، بصوا تقعد سنة، بصوا مش عارف ايه نوع البتنجان ده صراحة. خدنا كده البتنجانية، طبعا عايز تحطيها على مناديل ورق، حطيها على وصفه، حطيها زي ما انت عايزه، ماشي اوكي اوكي. بسم الله بسم الله، انا عاملاها على طبق واسع عشان نعمل مع بعض الايه، العيش الشمسي، قريب العيش الشمسي عشان بس ما اظلموش، بس هو جميل يعني، هو جميل. بسم الله بسم الله، تمام اهو. طيب تعالوا بقى نكمل باذنجان القمر بتاعنا ده اهو كده. هنا كنا عاملين الايه، الطشه، حط عليها بقى عصير الليمون، تحطه في الاخر، حط معايا عصير ايه، عصير الليمون، يعني عصري عليها ليمونتين كده ولا حاجه، تمام. طيب وبعدين نقلب كله مع بعضه كده اهو. عملت زي اللي انت بتعمليه دوت ولا حاجه، انا حمرت تومه وطشتها بالخل، يعني قولي تومه ايه، معلقه توم كبيره مفرومه، وطشتها بربع كوبايه من الخل، وبعدين حطيت الطماطم المفرومه، تمام، بس كده. ورحت حطها بقى ايه، حطيت شويه ملح كمان، شويه ملح وكمون وهريسه شطه، وحطيت بعد كده عليها ايه، الليمون. تعالوا بقى نحط ده كله كده، نوزعه على وش الايه، الباذنجان. بتكمل معانا الوصف ده، هيزيد كده كده، حلو كفايه عشان ما تبقاش ايه كلها دي. بقى كده وصفه باذنجان مخلل جنب الملوخيه، حبه تعمليها قلبيها ببعضها كلها، قلبيها بس، قدميها كده شكلها قمر كده، بعد كده قلبي، او اللي عايز يقلب اللي قدامه، تمام كده. بس تعالوا بقى نعمل الايه، العيش الشمسي او قريب العيش الشمسي، قريبه مش هو نفسه، لا انا مش عايزه اظلمه يعني، عشان ايه، عيش شمسي بيبقى ليه طرق كبيره شويه. فانا بعمل
كذاب جوزك كذاب. طيب ده بيعملوه ازاي بقى؟ انا جايبه كوبايه دقيق ابيض او كوبايتين على كوبايتين دقيق اسمر اللي هو البلدي، تمام؟ يبقى كوبايتين دقيق ابيض على كوبايتين دقيق بلدي، والرده دي اللي هنفرد عليها، حلو الكلام؟ معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، رشه ملح، وهنعجن بميه. يلا بينا، يلا بينا. كوبايتين دقيق بلدي، كوبايتين دقيق ابيض، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، ورشه ملح. حلو، حلو الكلام. نقلب بقى كده كله مع بعضه ونعجن بميه. ماشي اهو، ادي كده قلبنا كله 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 كده. تعالوا بقى نحط ايه الميه، نعجن بميه عجينه حلوه، عجينه عيش طريه. نعجن بقى، نلت ونعجن يا ولاد، نلت ونعجن، نلت ونعجن. يعني ايه؟ يعني هنحكي حكايه. ماشي، احنا كده خلاص دي المقادير خلصت خلاص. نحكي حكايه ترتترا. فين الولاد؟ الجوانتيات، جوانتيات، الجوانتيات. بص بقى انا هنا عملت ايه، ادي الدرج دوت. ونقول كان يا مكان، يا واحدة كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان كان في حكيم، حكيم زي ما قلت لكم كان في كل الأسواق في بتاعت زمان، يعني كان دايما بيتعمل أسواق للناس عشان تشتري منها حاجاتها، مش كل يوم السوق ده كان موجود، إنما كان بيبقى يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع، كان الأغلبية يوم في الأسبوع. وكان في حكيم دايما موجود علشان يعرف أسئلة الناس إيه ويجاوبهم عليها، حكيم المكان. فجه بقى ايه، جه واحد راح للحكيم قال له عايز اسالك سؤال. قال له اسالني. اقفل المايك. تمام. فجه بقى ايه، جه يساله سؤال. قال له دلوقتي انا لما جيت اخطب مراتي عشان اخطبها، يعني عشان يروح يخطب مراته، فكانت في عينه احلى نساء العالم، احلى واحده في الكون كله. تمام، ده كده بصوا هي طريقه اهي، عايزه اجيب لكم بص طريقه بالمنظر ده، هتستني ملزقه في ايديكي مش مهم. فقال له ايه بقى؟ قال له جيب هنا دي خلاص، ده هتبقى تخمر. طب انا اقعدي عجيني فيها شويه، مش عايز تقفل. اهو الحمد لله، لازم عجيني فيها دقيقتين ثلاثة، بس عشان مفيش وقت مش هعجنها دلوقتي، انما عايزة دقيقتين حتى ولا حاجة عجن كده مستمر. فجه بقى الراجل قال للحكيم، انا لما جيت، اما راح يسأل الحكيم السؤال اللي هو عايزه يعني، قال له انا لما جيت اخطب مراتي كانت في عينيا احلى واحدة في العالم كله، احلى واحدة، يعني مفيش واحدة احلى منها. تمام، وبعد ما خطبتها لاحظت ان هي ايه، في زيها كتير. بص انا هاخد بقى العجله كده، في زيها كتير. وبعد ما خطبتها واتجوزتها لاحظت ان في احلى منها. وبعد كام سنه لقيت ان كل الستات احلى منها. الحكيم قال له ايه بقى؟ الحكيم قال له ده علشان بيبقى في الراجل اللي قلبه طماع، انما انت لو غضيت بصرك عن كل نساء العالم هتلاقي مراتك أحلى واحدة فيهم. أنت لو اتجوزت كل النساء هتلاقي برضه في عينك إن في أحسن منهم. طبعًا الراجل اتكسف من نفسه جدًا ولم نفسه ورجع إن شاف مراته أحلى واحدة فيهم بعد ما الحكيم قال له كل الكلام ده. شفتوا فايدة الحكيم إيه بقى؟ مش الطبيب، مش الحكيم اللي بيدي حقن، لأ، حكيم الحكيم. ان هو فهمه ان انت عشان انت بتبص، لو انت ما بتبصش وراضي بمراتك قلبك مش طماع هتلاقي ايه؟ هتلاقي مراتك احلى واحده، انما انت علشان بتبص وبتقارن فايه؟ عمرك ما عينك ما هتتملي ابدا، ما حتى لو اتجوزت نساء العالم كله. بس كده، وطبعا هيوفر لنا مشاكل كتير جدا. لو عمل كده كل الرجاله هيوفر لنا مشاكل كتير جدا. يا رحيم،
نعم. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ انت كويس؟ طبعا طبعا عجبني عليك. الايه؟ عجبني عليك. صباح القشط عليك يا حبيبي. تسلم يا جميل، ربنا يخليك يا رب. قولي لك اي سؤال. حبيبي ربنا. بتحب تاكل ايه يا رحيم؟ طب كلمنا تاني يا رحيم، مش هنعرف بتاكل ايه يا رحيم. بص بقى العيش عملته ازاي اهو. بس طبعا دي مش كل المقدار، انا عامله نسخه طبعا لازم. بسيبه بقى تخين شويه كده تمام، وبعدين بسيبه يخمر في الهواء، ما تغطيهوش. العيش الشمسي مش بيتغطى تمام، بسيبه ايه يخمر في الهواء. وكمان ممكن مثلا هسيبه نص ساعة. هو بيحط ردة من تحت، بس انا حطيت تحته عشان اعرف ملزقة شوية في ايديا، هي حتى بس من تحت بس الردة، بس بنقلبها بعد شوية بنروح ايه مقلبينها تمام كده اسهل. بس هو انا بحب اخد ردة كتير، انما هي اصلا بتحط الردة من تحت بس وتساب لغاية الوش ما ينشف، وبعدين يقلبوه على الناحية التانية شوية، وبعدين يرجعوا يقلبوه على الناحية الاولانية تاني تمام. بس كده ده كل الموضوع. وبعدين بقى لما يخمر، لما يخمر شوية كمان بيبدأوا فيه بيقصوا بالمقص على ثلاثة، وفي بقى بيعملوه بالإبرة يبدأوا ايه يحددوا له كده علشان لما يخمر ما يشقش من اي حته تانية. يعني هم ليه بيعملوا الحته دي؟ ليه بيقصقصوا كده من الجناب او بياخدوها داير داير؟ عشان العيش بيخمر وهو ناشف خلاص. يعني انا دلوقتي بحطه في الشمس ينشف، فده بينشف. فانا لو دخلته بقى الفرن من غير ما اعمل له التشققات دي هتلاقيه عمل ايه؟ هتلاقوه بدأ ان هو يبص من اي ناحيه الخميره اللي فيه تمام. انا ما بعملش كده صراحه، يعني انا مش بنشفه، عشان كده بقول لكم هو ابن عم العيش الشمسي. انا بدخله الفرن بسيبه يخمر وادخله الفرن على طول، انما اصله مش كده. اصله ان انا بعمله كده، بحطه على الرده واحطه في الشمس. بيحطوا حتى ليهم حاجات مدوره كده مش عارفه اسمها ايه، نسيت اسمها والله بس كنت عارفه يعني. ويحطوه في الشمس، حاجات مدوره قرصه ولا حاجه بيسموها كده يعني. بيعمل ايه؟ مقرص؟ مقرص بيعملوه كرتون حتى كده هم، او خشب اي حاجه يعني. ونشروا نشروا نشروا، وبعد شويه يروحوا قلبين العيش على الناحيه الثانيه، ويسيبوه تاني يخمر فبينشف من ناحيتين، ونروح نروح قلبينه تاني، ويبداوا ان هم يشكلوه او يقصصوه المقص الحته في الجنب دي، وبعدين يدخلوه الفرن تمام. فهتلاقي بقى الحته اللي انت قصه منها او عاملاها بالابره كده بتبوظ بقى الايه بقيه العيش بيخمر منه يعني. طيب انا دلوقتي ما عملتش كده عشان انا مش هعمل ده، مش هحطه في الشمس ولا حاجه يعني، مش فاضيه، هم كام حبه صغيرين وخلاص. فعشان انا بس اخد روح العيش الشمسي عملت ده، بعمله كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، وبعدين ممكن تكبري طبعا بالحجم اللي انت عايزاه، وبعدين ايه بدخله الفرن على طول. فبيطلع بقى طري زي ما هو، ما بيعملش اي حاجه، يعني مش بيبوظ شكله. اللي بيخلي شكله يبوظ انه بينشف، ان الوش بينشف، الوش والظهر بينشفوه بس كده. مين معانا؟ يا رقيه ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. انت حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله. المنيا بتعملوا عيش شمسي طبعا؟ ايوه ما شاء الله عليك. طبعا انا عملت زي ما قلت لكم، انا معترف ان هو بنت عم العيش الشمسي، مش ولا ابن عم العيش الشمسي، مش هو بالظبط. ايوه بس اللي انا شرحته صح ولا بتعملوا حاجه ثانيه؟ أيوه. هو ماشي الحمد لله. طب ليك اي سؤال؟ لا انا كنت بتكلم على حضرتك بس. حبيبتي صباح الفل، شكرا جدا ليك يا جميله، تسلمي لي. طيب هنطلع فاصل وهوريك النسخه بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، خلصنا وصفاتنا، عملنا الحاجة الحلوة وعملنا الغداء بتاعنا وكمان التحبيشة اللي جنبيه والعيش بتاعه. طيب احنا عملنا أول حاجة عشان نمشي بقى واحدة واحدة كده، الإيه البسكوت اللي بجوز الهند. بصوا قد إيه كل ده، كوبايتين دقيق فقط ما شاء الله، كل الكمية دي. شوفي دي كلها هتشتريها بكام؟ طب ده يوزن قد إيه؟ دول قرب يعني قطعوا كده بعد التسوية كل ده قرب الكيلو الا ربع، قرب الكيلو الا ربع. شوفي هتشتريه بكام بقى تمام. مش عايزه اقول لك كيلو عشان ما ابقاش مبالغه، بس ده قطع حوالي قرب الكيلو الا ربع. طيب ده احنا عملته ازاي؟ زي ما انتم شفتوا كده، ضربنا السمنه الاول، وبعدين حطينا عليها البيض وضربناها معاها، والسكر السمنه والسكر الاول،
وبعدين حطينا البيض والفانيليا ورشه الملح، وبعد كده حطيت الدقيق ومعاه البيكنج باودر ومعاه جوزه الهند، وعجنت كله ببعضه، وفي الاخر رحت حاطه ايه، حاطه شويه لبن كمان، رحت حاطه الزيت في الاخر تمام. وبعد كده كورته ونزلته بططته كده في جوز الهند، ورحت ايه حطاه فرداه على الصينيه بس كده في ثانيه ثانيه الا ثانيه. بصوا حلاوه وجمال، بصوا اللون الحلو ده، ده اللي بكلمكم فيه بقى. ربع كوبايه الزيت الاخرانيين هو اللي عمل ده، اداك اللون كانك قلياها مش مسوياها. الملوخيه بقى، الملوخيه بقى يا شباب، معلش هنضيع لكم المنظر الحلو ده بس عشان نشوفوا جمالها وحلاوتها. الله اكبر ما شاء الله. بصوا الملوخيه شايفين بعرق وتحفه تمام. هي دي الملوخيه، الملوخيه دي عملناها ازاي، شوفوا ريحتها وجمالها. اول حاجه بنخمر الملوخيه. يعني ايه بنخمرها؟ يعني بناخد الملوخيه دي ونروح حاطينها في ميه، حلو، بنحطها في ايه، في ميه، بنعجنها كده تديها ميه شويه 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 لغايه الملوخيه ما ايه ما تمسك نفسها. بعد كده حطينا على النار شويه زيت، حطيت بصله شوحتها بقت صفرة، نزلت الطماطم المفرومه وسبتها اتسبكت. بعد كده اديت حبه ميه تغلي لغايه ما ايه ما حسيت ان الطماطم والبصل اتهرى، حتى انتم مش شايفاهم هنا اهو، مش شايف البصل والطماطم اتهروا كده فيها، رحت منزله عليها. وعايزه اقول لك حطيت فصين ثوم مع الملوخيه، وهي فصين ثوم مفرومين كده مع الملوخيه الناشفه، وانا بحط لها الميه، حلو الكلام. وبعدين قلبتها كلها كويس قوي مع بعضها كده، وحطيتها على النار لغايه ما بدات ان هي تغلي، حطيتها في الطاجن السخن، وبعد كده عملت طشه عاديه جدا زي الملوخيه عادي جدا، بتوم وكزبره ناشفه وسمنه طبعا، ورحت طشاها على الملوخيه بس كده. الباذنجان بقى اللي عملناه اللي هينفع ان يكون ياكله لوحدها او ينفع يكون جانبي جنب الملوخيه، طبعا يفتح النفس، مش عايزه اقول لكم بقى. انا حمرت الباذنجان وعملت الصلصه بتاعته دي عباره عن ايه، او الطشه بتاعته دي عباره عن ايه. حمرت التومه، حطيت عليها ربع كوبايه من الخل، ورحت حاطه عليها الطماطم المفرومه، شويه ملح وفلفل وكمون، وحطيت عليها هريسه الشطه، وشلتها من على النار، حطيت ما خليتهاش اتسبكت تمام. هتحط عليها عصير ليمون وعلى وش البتنجان على طول. طيب ايه تاني في وشه كده؟ الخبز الشمسي او التقليد الشمسي يعني، مش هو طبعا. انا عملت ايه، جبت الدقيق الاسمر اللي هو البلدي مع الدقيق الابيض مع السكر والخميره، وعجنته بالميه، وبعد كده شكلته على الرده ودخلته الفرن. بس هو يبقى ايه يعني، بديل العيش الشمسي او العيش الشمسي الكداب زي ما انتوا عايزين. انا شرحت لكم الوصفه في الحلقه، شوفوا الاعاده الساعه 9:30 و4 الفجر ان شاء الله. وكده خلصت حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم وتكونوا انبسطتوا معانا، الى اللقاء.